السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقه الاولى تاع السلسله تاعنا تاع كيف تولي فوتوغرافي محترف. وفي الحلقه تاع اليوم راح نحكيوا على اساسيات التصوير اللي عيطهم ثاني البيزكس والاعدادات اللي لازم ديرهم باش تخرج تصويره مليحه. هما البيزكس كاين ثلاثه رئيسيه، مي قبل ما نحكيوا على هادو لازم تفهموا باللي داخل لاباري فوتو تاعكم ولا داخل التليفون تاعكم كاين كابتور اللي عيطوا له بالانجلي سنسور، واللي نعيطوا له بالعربيه ثاني مستشعر ضوئي. وهذا المستشعر الضوئي تاعنا يمشي سوا كيما العين تاع الانسان، معناتها يتاثر بالضوء اللي مقابلاته، يتاثر بالمده شحال راه مفتوح، ويتاثر بحجم الانفتاح تاعو. والعفسه الثانيه اللي لازم تعرفوها هو انك في التليفون تاعك ولا لاباري فوتو تاعك الاعدادات هذه ما تقدرش تبدلها، باسكو انت ثاني كمبتدئ تخلي لاباري فوتو تاعك ولا التليفون تاعك مود اوتوماتيك، وهذا المود اوتوماتيك معناتها تخلي الجهاز تاعك هو يخير الاعدادات كيما يحب. مالا انا دوك نوريكم كيف تبدلوا في تليفونكم، ديروا مود مانيوال معناتها تقدروا تبدلوا الاعدادات كيما تحبوا، ونوريكم في لاباري فوتو كيف ديروا ثاني. وباش نفعلوا الخدمه هذه في الاندرويد ندخلوا الكاميرا تاعنا، نسحبوا من اليسار لليمين، وهنايا نعبزوا على برو. كما راكم تشوفوا هنايا خرجوا بزاف اعدادات من تحت، هادو هما اللي احنا نهضروا عليهم في هذه الحلقه. واللي عندهم اباري فوتو اذا كنتم مبتدئين راح تكون العجله تاعكم الفوقانيه تكون في الا، معناتها اوتوماتيك. واش راح نديروا؟ ندوروها بالعقل حتى نلحقوا المود ام اللي هو المود مانيوال. ودوكا كيف فهمنا المستشعر الضوئي تاعنا كيف يمشي والاعدادات كيف نبدلوهم، نقدروا نكملوا الدرس تاعنا ونبداو باول نقطه اللي هي الاي اس او. المقياس تاع الاي اس او تاعنا هو رقم نورمال، معناتها يبدا من 60 100 200 300 الى اخره، نتا ولاباري فوتو اللي عندك. وفي الاعدادات تاعك كل ما تزيد تطلع هذا الرقم كل ما تزيد حساسيه السنسور تاعك للضوء، معناتها كل ما تزيد في هذا الرقم كل ما تزيد الضوء اكثر تدخل الصوره تاعك وتجي الصوره تاعك ضاويه اكثر. وهي كان العديد من الخبراء يقول لك اذا كنت في جو مشمس ولا بلاصه ضاويه بزاف دير من 60 حتى 300 اي اس او، وإذا كنت في بلاصة مغيمة ولا شوية مظلمة دير من 300 حتى 800، ومن 800 حتى 1600 اي اس او إذا كنت في بلاصة مظلمة بزاف ولا كنت في بلاصة مغلوقة مثلا داخل الدار ولا. مي دوك على بالي بلي بزاف فيكم حيقولوا سهلة، تسمى كي نكونوا في بلاصة مظلمة نطلعوا الاي اس او تاعنا، كي نكونوا في بلاصة ضاوية بزاف نهبطوا الاي اس او. بصح لا، تقدر تطلع الاي اس او تاعك وتقدر تهبطه كيما تحب إذا كان عندك اباري فوتو بروفيسيونيل. بصح إذا كان عندك تليفون كي طلع بزاف الاي اس او حتبان في التصويره تاعك، يخرج اللي نعيطوا له حنايا الجرين اللي قادر مام في بعض الحالات يخص لقاء التصويره تاعك. على بها راح نفوتوا النقطه الرئيسيه الدوزيام اللي راح تعلمكم كيف تخلوا التصويره تاعكم ضاويه بلا ما تخسروها بلا ما يخرج الجرين فيها. والنقطه الاساسيه تاعنا هذه هي انفتاح العدسه. انفتاح العدسه اللي نعيطوا له فرونسي اوفرتور دو ديافراغم ولا بلونغلي ابرتور. المقياس تاع الانفتاح تاعنا راح يكون مقياس بالاف، معناتها تلقاها مكتوبة F1.8 F1.2 F1.4 إلى آخره. واللي عندهم أباري فوتو تلقاها مكتوبة في العدسة تاعكم، معناتها في لوبجيكتيف تاعكم تلقاها مكتوبة. وباش تفهموا عفسة الانفتاح كل ما يهبط العدد كل ما تزيد تنفتح العدسة أكثر كما راكم تشوفوا في هذا الميديا. والابرتشر هذه هي حجم الانفتاح، معناتها كل ما نخليو الانفتاح تاعنا كبير كل ما يدخل دوكتر للصورة تاعنا. معناتها اذا فهمنا كيف تمشي الاوفرتور تاعنا هذه نقدر نفتحوا فتحه كبيره معناتها F1.8 ولا F2 ولا F2.4 ولا الى اخره، ونهبطوا الاي اس او تاعنا نخليوه 100 ولا 200 300 باش ما يخرجلناش بزاف الجرين في التصويره تاعنا. هنا واش معناتها؟ معناتها الصوره تاعنا حتجي ضاويه بصح ما يخرج فيها الجرين باسكو الاي اس او راهو هابط. معناتها مع الوقت انت كي راك تعلم تقدر تسيب بزاف اعدادات تهبط وحده تطلع الاخرى الى اخره حتى تفهم لاباري فوتو تاعك كيف يمشي، تقدر تطلع الاي اس او ولا تهبط الاي اس او وتطلع الاوفرتور الى اخره. ودوكا كي فهمنا الاي اس او والاوفرتور تاعنا نقدروا نخرجوا برا نرفدوا لاباري فوتو ولا التليفون تاعنا ونصوروا كيما نحبوا. السلام عليكم. صح لا يا خو ماكش من هاني درت كاع الاعدادات اللي قلت لي عليهم خرجوا تصوري كاع فلو. صح لو كان خليتني نكمل الفيديو. نفوتوا النقطة الثالثة اللي هي مدة انفتاح العدسة. مدة انفتاح العدسة اللي نعيطوا لها بالفرنسي فيتيس دوبتوراسيون ولا بالانجلي شاتر سبيد. والمقياس تاعها راح يكون عدد سلاش عدد، معناتها تلقاو مكتوبة 1/500 1/1000 والى اخره. وهذا العدد معناتها شحال يريح مستشعر الضوئي تاعنا مفتوح، وكل ما يريح مفتوح كل ما يريح متعرض للضوء، معناتها اذا ريح 30 ثانية وهو مفتوح راح 30 ثانية يستقبل في الضوء. هنا كيف عبالي بلي بزاف حيقولوا لي اذا كنا بلاصة ضاوية ما نخلوش مفتوح بزاف، وإذا كنا بلاصة مغلوقة العكس معناتها نخليهم مفتوح 5 ثواني ولا. صح تقدر تخليه 5 ثواني مفتوح بصح إذا كنت تصور في عفسة حابسة مع باش أنا تصور كاس تصور قرعة تصور تليفون
بصح اذا كنت تصور في صاحبك يمشي ولا قط يجري ولا زاوش ولا مبيش وشنو كباب تخرجك الصوره تاعك فلو باسكو مادام مستشعر الضوء تاعنا مفتوح مادام يستوعب في الحركه والضوء لا يدخلاته كما راني نشوفو في المثال تاعنا هذا صورنا هذا الطفل مي راهو يجري تما خرجت الصوره تاعنا فلو هذه الصوره واحده اخرى طوموبيل تاعنا ما خرجتش فلو مالغري كانت تجري لانه ما خليناش العدسه تاعنا محلوله لمده طويله وهذا شاتر سبيد ولا مده انفتاح العدسه نقدروا نلعبوا به كما نحبوا ونقدروا نكونوا مبدعين ونخدموا به تصور شابين مثلا الصوره هذه صورتها انا في وهران خليت مده انفتاح تاعي 10 ثواني ودرت الاي اس او 100 هكاك وشفت صورة مازالها ضوية بزاف واش درت فتحت العدسة تاعي F16 هنا مالقري خليت الفتحة تاعي 10 ثواني اللي هي مدة طويلة ما جات صورة ضوية اكثر من اللازم باسكو هبط الاي اس او تاعي درتو 100 ودرت فتحة صغيرة بزاف اللي هي F16 ورانا لحقنا نهاية الفيديو نتمنى تكونوا فهمتوا 3 نقاط رئيسية تاع اساسية التصوير اللي ما فهمش ولا كش عفسه يقدر يطرح اي سؤال في التعليقات ما تنساوش دعمونا بلايك ديروا ابوني وتفعلوا الجرس ام جيم بزاف لي فيديو جدد سلام